وأرسل له خادم غلام خلاه يتقدم بالفرس، جعل هذا الغلام ينتظر مولاه. الله يا أبا عبد الله، شلون هذا العشق ليك يا أبو علي. تأخر تأخر حبيب، استبطأه هذا الغلام، وصل حبيب وإذا يسمع الغلام ينادي: يا فرس لأن تأخر مولاي، لأم تطين صهوتك وأمضي إلى نصرة حبيبي الحسين. حبيب سمع ذلك، توجه ناحية كربلاء، نادى: سيدي يا أبا عبد الله، العبيد تتمنى نصرتك، إلهي لا تحرمنا من زيارتك، لا تحرمنا من هذا العشق، من هذه المحبة إلى أبو علي. أبا عبد الله، العبيد تتمنى نصرتك، فكيف بالأحرار؟ جاء إليه حبيب قال له: اذهب فأنت حر لوجه الله. قال له: حبيب ما أنصفتني. قال له: شتري؟ قال له: خذني وياك إلى نصرة الحسين. أخذه معه على ذلك الجواب، لاحت غرة حبيب من بعيد، فنظر الحسين، حبيب له مقام عند أهل البيت، نظر إلى بني هاشم: قوموا واستقبلوا أمكم حبيب. يلا ويا أبو علي ويا حبيب هللها. ما حلا ذيك الشمايل يوم طاب الكرب، طلع عباس البطل لا دخوي يستك، مرحبا يقل للشهيد زينب يا حسين. وصل مستبشر لابو ساكنه وتناول جاه من زينب سلام ومدمع بالخد وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيا، وقال: يا وسفة يا زينب تركبين حيتها أحسن تحية، وسر قلبها بنخوتها. وصل حبيب، وصلت الاستبشارات إلى مسامع زينب، نادت: ولدي علي، ما هذه الاستبشارات؟ ما هذه الأصوات؟ ما هذا السلام؟ ما هذا الفرح؟ قال لها: عما لقد وصل عمنا حبيب. قالت له: ولدي سلم على حبيب، قل له: سلم عليك عمتي زينب، اجعلي باحترام عم حبيب. بلا، قال له: سلم عليك عمتي زينب. التفت إلى الحسين قال له: أبو علي عندي طلب. قال له: بلا. قال له: تسمح لي أمرغ شيبتي بالتراب؟ من أنا حتى تسلم علي زينب؟ توجه ناحية الخيمة، وقف بإزائها: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، من المسلم؟ خادمكم حبيب. قالت له: مو خادمنا، عمنا عمنا عمنا.
حبيب حبيب الله الله في الغريب. قال لها زينب أبو الحسنين خبرني أنا مدخور لها اليوم. يلا أبو الحسنين خبرني أنا مدخور. بعد يا حبيب وام حسين يا زهرة وام حسين وصتني أخطب شيبتي بدموع. قلت لحبيب انت عندك وصية انا بعد عندي وصية. شنو الوصية يا زينب؟ قلت لوصاك الأبو حيدر وني وصيتني الزهراء. وصاك الأبو حيدر وني وصيتني. قالت لي يا أخوك حسين قبلي صدره نحرا. لكن خايفة أنا ما أدري ليش يا حبيبي خافي نحرا يتهبى ويدوسونا على صدر. إذا عنده خبر قوله يا عمي بجاه حامل جاه. بس ما سمع زينب حبيب ودمع سيالة. اسمع اسمع حشم بيت بهدوء وتأمل بيها. اي والله حبيب ودمع سيالة. يا زينب عندي لك اخبار ما تنقال لقوالة. شنو هالاخبار؟ قال ليها يا زينب تقبيلك اسمع تقبيلك لصدر حسين أثر المثلث والنعال. قال لها زينب زينب هذا ما يجري للحسين لكن أما بالنسبة لك بيت الدعاء موقف الدعاء. أما أنت يا زينب فلله وجدك يا زينب حين تركبين على جمل بلا غطاء ولا وطاء تسيرين مسبية من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام. متى يا حبيب بعد قتل الرجال كأني بك على ناقة عجفاء من بلد إلى بلد ولسان حالك ينادي شمال شمال الناس تتفرج علينا. والله شمال الناس تتفرج علينا عمت عيني اليصد بالعين. وين تروحين يا زينب ما عدها أحد؟ توجهت ناحية المدينة نادت يمه يمه يا زهرة يما يما يا يما يا يا يما العدة هدمة وبيوتي بيوتي شافوا مشيتي وسمعوا لصوتي. يما حسين يا يما تعالي شوفي كربلا ايش سويت بحالي. أني لأني غريب بغير إيش سوي يا حبيبي بزينب.
موالي وتو فقدت عزي ودلالي وصدري يردون قبالي. اي والله وصدري يردون قبالي. اجل خلنا ويا الزهراء وزينب. عندما جاء زينب وجلست على قبر فاطمة رجوعها إلى المدينة لأن ما عندها أحد زينب، جلست نادت يمه كلمة لها كلمة لها رجال جوها نادوا باسمها وطلعوها وبين الأعادي خلصوها. يلا اسمع كأن الزهراء حنين منها وانت يا زينب. قالتني صيحون زينب طلعوها ولو بجت بالصوت ضربوها. اسمع اسمع هالبيت وحرقوا قلبها براس أخوها وحرقوا قلبها براس أخوها. نادت يمه يا زينب يا يمه يا يمه يا يمه أنا يمك يا يمه مو بعيدة أنا يمك يا يمه مو بعيدة. وينك يا زهرة؟ قالت أنا شفت حسين من حزة وريدة إي ثلاثة أيام أنا ساكن البيدة. هذا بيت الدعاء. والله مصيبة زينب ما تخلص. يقولون للإمام السجاد ليش خليت زينب لما رجعتها من الشام إلى كربلاء ثلاثة أيام ورجعتها المدينة؟ قال خفت على عمتي أن تموت. أنا يمك يا يما مو بعيدة أنا شفت حسين من حزة وريدة ثلاثة أيامني ساكن البيدة شو تسوين يا زهراء؟ قالت نوبا انهض وادور خمس ريدة ونوبا انهض وادور جف عضيدة يا حسين